اوكي انتم واعين؟ ايه جيدين. ايه قبل دخول الصديق والزميل خليل العرفة معي لا ينعطيكم تقليد سابق سكتش اللي يخص بعين ضربة. هون عندنا جملة من الناس طويلة. عندنا محمد جميل منصور ذاك اللي يقول يا اهل القبلة واهل ترارزة واهل الشرق واهل الساحل واهل الفوق واهل التحت يوقف لهم محمد عبد العزيز ويقول لهم على الجفاف ما جاء الموريتاني. يقول له محمد عبد العزيز الشعب الموريتاني ما جاء جفاف جفاف جاهم اللهم بهم اللي جفت منابعهم. انتوا تعرفوه النساء نسبة كبيرة النساء الامام تمرق له المرأة ذيك تقول له محمد عبد العزيز قال انه لا يحاذ بالفساد هو اكبر مفسد. يجي ذاك لانسيان يقول لهم اسمعوا واو ان كل ما يريده هذا الشاب وبكل بساطة ان لا يترك عزيز السلطة وان يبكى وان يبكى. يجي عندنا جميل عازر ماكم تعرفوا ذاك اللي في الجزيرة ما يردهم او تكتر. يجي يقول لهم انفجرت اليوم قنبلة في الضاحية الشرقية من بغداد مما اسفر عن مقتل 20 فرخا و60 بيضة. رانا اللام قال لينا ريتور شوي سيفو بلاي عبد الرحمن. ايضا عندنا محمد ميداح الفنان الكبير محمد ميداح تحية حارة لمحمد ميداح. اوكي الفنانين راهم يستحقوا الاشادة والتقدير ونحن هون حد خلدناه معنا مكبرينه. يجي القايلة ده هو قدامه كارثة. قال السلام عليكم صباح انتم اش حالكم؟ قالت له ما شاء الله تبارك الله. ليه الاخبار شنو محمد ياك الاخر؟ قال لا لا مسوى له توفى ياك الامور بخير. قالت له ما شاء الله الحمد لله. رشيد هون؟ قالت له تلفن له. الو رشيد التمنين؟ قال وانا في البريمير مضى ساعة وقطع عنه لي مضى ساعة تلفن له. قالوا رويشيد تفهمنين؟ قال وانا ذا هو في البريمير خلي خيم تقدير دازيوم كوليد. ايضا عندنا محمد ولي الطالب الشاعر الكبير يقول يا ابن عبد العزيز الشهم مكرمة ويا سليل العلا فخرا ومحتسبا منحت شعبك حق العيش في رقد فالتف حولك هذا الشعب واحتسبا. اذا تحية حارة لمحمد الطالب. ايضا عندنا رئيس الوزراء الحالي السيد يحيى الحلمين يقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم كان عين 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 ضربة بشروكم بعلن مشاكلكم كاملين عرفناهم من خلال مهرجانكم الفارسية داين تدبروا لي الكوشات ما تتبولي عليكم. المسألة الثانية انتم ضيعكم قطيع كرة نيفر هو الوسا دائما اللي يبقى من العشاء يصبح خامر بكم اللي ما عندكم الضوء ندور نحلو لكم مشكلتكم في اقرب وقت تعرفوا عنا شي قلناه على نوافي بين اللي صدوقين ولان ذوك الاخرين اللي يكذبوا. بالنسبة للطريق عين عين أربعة وافي أخبارها قط في سالي في زمني ومولد خير كانت الأحكام السابقة في زمن عفى الله عما سلف خير ذي المرة ما فيها عفى الله عما سلف لا يدالكم قدرون ولا تيتوا لا يتباتوا في الطريق ولا تيتوا لا يتوحلوا. تحية لكبيرة على الإنجازات اللي ذكرت لكم لا هي تحقق
تحقق في بداية مشروعنا السياسي اللي تعرفوا عنه لين انتظرنا على الحكومة واحنا مهندس على الدولة مقبلة المشاريع تطبق على أرض الواقع، لأن ما عندنا ذرك فصل الاقتصاديين، لأن البلد بخير. شاكركم. لا نتحولوا أيضا لصية أخرى. مسعود أخير. السلام عليكم ورحمة الله. سكان عين فربة، نحن نعرف عنكم تعانوا من التهميش والإقصاء في الأطر، خاصكم يزاد أطركم فيكم ياسر من الشباب المثقفين كإبراهيم واللي شيخ أحمد وغيره من الشباب اللي جابوا الأفكار النيرة اللي قلعت عن تراثكم القبرة، هذا نحن نعرفوه، ولأن باخلين حيلة كانكم تجبروا ذاك العدد الكافي، وهذا إن شاء الله ما نبخلوش غير أبويا والجميل منصور. برد علينا شوي طول عمرك، هل تعدلنا من المقاطعات ما هو منصور أبويا واللي ما ينزان تبرد علينا يجازيك بالأحسن. معالي وزير الداخلية السيد محمد البيليل تفضل. شكرا السيد الرئيس. لا وحكتني رك. اللي تقول حنيني شوي لا لين وكل شوي من كاف ارجع هون ما حزن فيه وكيل كاف بي الخنافيس لا تخاف علي معاهم ما لين وكل لا يخلي فلو بنتي نختار نعرف يلس الاسباب اللي وسع لين يربينا ولا يكون ما يجدي يتخطى نفير يا كران نفهمنا ونعرفوا مشاكلكم العين تمشين قالكم فربه ياك صحيح ارجع نختار نقول لكم روايه بما ان معالي الوزير الاول قال لكم على مشاكلكم انحلت معناه ان راي بلقت الاداره الموريتانيه ولا تيتوا تخافوا عليها بها السيد الرئيس يختار لا يتم يحلوا لكم مشاكلكم ولا عندكم مشكله لا تجيبوها له من زرق ما حلها لكم ياك فهموا لا عسو تجيبوا له مردة تعود مقفولة كي البكر لعله يفتحها لكم هنا ديابي لدور حل مشاكلكم عاقب زياك راني مصيكم لان اللي منكم لا يوكل شي بما ان الكهرباء ما هو موجود في الدشرة نيفير تمو قبزو زويات غير تمو ديرو باتري موريتل وباترية من ماتل وياك مهم وذلك لين نولو على السكتش التالي قبلو عندي تقليد اليسري فودة هو الصحفي المعروف في الجزيرة يقول ماركم تعرفوا يسري فودة ايه توم ميتين لا يتكونتينوا معانا حيين والله اون لا ريت تحية حارة شوي ايه طول اعماركم انتوما حد شافكم يعرنكم زينين ومسكولين قد يعود فمشي من الشر اللي وبيارو غير سباغراف والله لم طيحتني ريحتها غير سباغراف ومن هذه الجهة الجنوبية ريحة ام اللي صابون البار مشتاق له هون حقيقة غير قاع ما في مشكلة وحدين هون داروا بانيته من ذاك الجهة غير قاع لا يخلوا الرواية ما عالم بها رقاش المهم هو رواية واحدة يطول أعماركم إن شاء الله أعلنكم تم تحيوا الفنانين كانت تنبعث فيهم الروح ثم أمامكم هذه النجمة الساطعة اللي قضت فصل الحقيقة كنت نختار تم صفق لها لا تلحق اسمه غير قاع بيا ما حزم على فنانة ندوركم بعد تم تصفقون بتصفيقة قدر الجهود اللي قدموا لكم هون عندي اللي قالوا يسري فودة اللي يقول يتنصتون علي وعليك وعلى كل من هب ودب في هذا المكان اغتيل العالم الايراني اثر رصاصة اخترقت قلبه كانت الساعة الثانية عشر ليلا لم يكن يدرك ان المصاد الاسرائيلي كان قاب قوسين او ادنى عدلت الوان مجارات وتقليد في نفس الوقت قول فيها كلما اقترب العيد ترى الناس سكاره وما هم بسكاره ولكن العيد عيد بكاء ونواح من نساء وأطفال بل وحتى من الرجال لكن الأخير أكثرهم بكاء على جيبه فالمتجول في الأسواق يخيل إليه أنه الحشر وما هو بالحشر يحشرونني ويحشرونك ويحشرون من لا حشر له إنه التباهي والتظاهر بالأعياد يوم لا يرحم القني الفقير ولا يطعم أهل العير جيبي وجيبك وجيب من لا جيب له رحمة للتبذير فهذه تطلب الزي بالحرير وذاك ينفق بدون تحذير فأين البشير
وأين النذير؟ تصفيق تصفيق إذن تصفيق حر. سكتش الأخير.